ولمزيد من المتابعة معنا عبر الهاتف رئيس القطاع الديني السابق بوزارة الأوقاف الشيخ جابر الطايع. يعني بعد التحية، دوما ما يؤكد الرئيس السيسي على ضرورة تجديد الخطاب الديني، كيف تقرأ هذا والمردود الإيجابي من ورائه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بداية، تهنئة خالصة من أعماق قلوبنا إلى الشعب المصري بمناسبة شهر رمضان ومناسبة ليلة القدر، ونسأل الله عز وجل أن يبلغ لنا ليلة القدر وأن يعيد علينا وعليكم الأيام باليمن والبركات. الحقيقة يأتي خطاب فخامة السيد رئيس الجمهورية هذا العام، وهو مفعم بالقيم والمبادئ والتصورات عن هذا الدين وعن الروحانيات التي يتمتع بها فخامته، وطلبه بالتجرد والإخلاص لله عز وجل في هذا الشهر الفضيل، وابتغاء مرضاة الله عز وجل، والتوجه بالعمل الدؤوب في شهر رمضان وفي غيره. فخامتي دائما يحسنا على أن الحفظ القرآن الكريم ليس الحفظ فقط ولا التلاوة فقط، ولكن هو يريد أن يأخذنا إلى الفهم المقاصد لهذا الدين، يريد أن نفهم القرآن الكريم، يريد أن نعرف التفاسير المناسبة لهذا العصر وما يناسبنا في هذا العصر من تفاسير القرآن الكريم، يريد أن يتوجه بالقرآن الكريم، لأن بعض المتطرفين الذين يقتلون باسم القرآن الكريم ويعني يروعون الآمنين باسم القرآن الكريم، يريد أن نفهم القرآن الكريم كما قال جل وعلا: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ليس لشقاء البشرية ولا لقتلها ولا لإزهاق أرواحها ولا لترويع الآمنين، نحتاج أن نفهم القرآن الكريم بمعانيه ومقاصد الله عز وجل فيها. تأتي هذه المناسبة وفخامته يكرم حفظة القرآن الكريم من مصر ومن خارج مصر من الدول الإفريقية والعربية والعالم الإسلامي دأب كل عام، ثم يدعم هذه المسابقة ويضاعف القيمة. أعتقد هذا يدل وينم على أن شخصية فخامة السيد رئيس الجمهورية شخصية متدينة، شخصية تحب الوطن وتحب دين الله عز وجل، وهو حريص على فتح المساجد وحريص على أن تبقى مساجد وبيوت الله عز وجل. وما يعني الشاهد على ذلك اليوم عندما افتتح مسجد مولانا الحسين الذي قامت الإدارة الهيئة الهندسية بترميمه وإعادته مرة ثانية إلى رونقه إلى ما كان عليه وأفضل مما كان عليه، أعتقد وافتتاح هذه المرحلة أعتقد تنم على أن فخامته أيضا يهتم ببيوت الله عز وجل. وأيضا توجيهه المستمر لوزارة الأوقاف التي في خلال عام استطاعت أن تصل إلى 2000 مسجد إحلال وتجديد وصيانة وترميم وإنشاء من العدم، سواء كان على نفقة الموازنة العامة من وزارة الأوقاف أو على نفقة الجهود الذاتية، أعتقد هذا ينم أيضا على أن وجهة فخامته وجهة دينية. بالفعل فضلتك، يعني فعلا الرئيس السيسي أعرب عن تطلعه إلى رؤية جيل واعد من شباب العلماء والأئمة المفكرين يساهمون في معالجة قضايانا الراهنة، فكيف يمكن تطبيق هذا عبر أكاديمية الأوقاف الدولية؟ نعم، وزارة الأوقاف أعدت أكاديمية الأوقاف الوطنية الأكاديمية الأوقاف العالمية في 6 أكتوبر، وقامت بتدريب 4 فرق على التوالي، وتبدأ في 5 وتدريب نوعي من على كافة الأنواع، ليس تدريبا على الخطابة ولا الأمور الدينية فقط، ولكن كانت المحاضرات تكون زاد روحي وزاد توعوي ووعي كامل، لأنه كما قال منذ أكثر من 2 فخامتي: نريد الداعية أو الإمام يكون ملما بقضايا وطنه وقضايا عصره والقضاء والقانون وفقه السياسي والأمور، ما يحاك له وما يحاط بهذه الأمة، يريد أن يكون إمام شامل لكل مناحي الحياة، يستطيع أن يتحدث في الشأن الداخلي والشأن الخارجي. فلذلك كانت المحاضرات تكون عبارة عن علم نفس وعلوم سياسية وعلوم في حروب الجيل الرابع وعلوم اتصالات وعلوم
التواصل الشبكي، كل هذه العلوم كانت تبث في روح السادة الأئمة الذين حصلوا على الدورات التدريبية، حتى أصبح لدينا جيل واعي وواعد إن شاء الله يستطيع أن يجابه الأفكار المتطرفة والأفكار المنحرفة، لأن الفهم الفكر لا يواجه إلا بالفكر مثله، ولا يدحض الفكرة إلا فكرة مثلها، لا يمكن أبدا أن تدحض بغيرها. تبقى الفكرة كامنة في نفس صاحبها لو كانت بطريقة قمعية أو بطريقة غير فكرية، ولكن يبقى الفكر هو الرائد في هذه المسألة. فدور العلماء والدعاة لا يقل دورا عن دور شرطتنا المصرية ولا قواتنا المسلحة التي تجابه وتقف على الحدود والثغور من أجل حماية الأوطان من المتطرفين، لكن على الدعاة أن يحققوا أمنية فخامة السيد رئيس الجمهورية في وعي متكامل. وما بناء الوعي الذي أطلقه من زعام فخامته إلا من أجل أن ينهض ويرتفع بوعي السادة الأئمة حتى يجابهوا ويكونوا أحد الذين يسدون الثغور التي قد يخترق منها ويتسلل منها أعداء هذا الوطن وأعداء هذا الدين بفهمهم السقيم. صحيح، يعني الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني السابق بوزارة الأوقاف، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.